إذا خرجت الأمور عن السيطرة معنى ذلك دخول الصين أيضا كطرف ثالث، وإذا دخلت الصين كطرف ثالث أصبحت حرب عالمية ثالثة بكل المقاييس. هي واحدة. اثنين، معنى ذلك إذا أصبحت عالمية يعني سيناريو الحرب العالمية قائم، ما زال قائما بدخول الصين. إذا دخلت الصين، لأن إذا تحارب الناتو مع انفلتت الأمور وكان هناك تصعيد وروسيا ضد الحلف الناتو، هناك قوة أيضا كبيرة ممكن أن تتدخل بثقل وكوسيط، وهنا يأتي الدور دولة عظمى كوسيط في حالة كبيرة مثل هذه، مش في حرب إقليمية. لهذا تتمنى الصين عن التدخل الآن كوسيط وكطرف، فهي تقول أن أمريكا هي القطب ليس أنا، فهي عليها أنها تسوي مشاكلها. يعني شوف الذكاء الصيني. الأمر الثاني، أين الخطر يكمن؟ يكمن في تحييد تركيا وإعدام الحلم التركي. الحلم التركي الآن يشارف الانتحار، يشارف الانتحار. هل عبقرية الحلم التركي ستمكنه من تجاوز حفرة الانتحار؟ هذا ما سوف نراه. حفرة الانتحار أين هي؟ حفرة الانتحار أنه تمكن إيران من النووي وتستبعد تركيا من بناء قنبلتها النووية وعندها الأرضية الجاهزة. تركيا إذا هناك ضوء دولي تستطيع أن تصنع قنبلة نووية في غضون وقت قصير جدا. يعني لهذا أقول تقديري، لهذا كان سبب ذلك الاستقبال الفج والذي استفزنا جميعا لرئيس الكيان الإسرائيلي، رئيس الكيان الإسرائيلي. يعني الحقيقة مستفز للغاية، لكن أقول وإن كان اللعب على هذا المستوى أنه يستعمل ضغط الكيان الصهيوني على المنظومة الدولية أنه لا تتيح في التفاهمات والاتفاقات أنها تمكن إيران من قبل